بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة رقم 7 في مادة Techniques of Cardio Respiratory Care أو تقنيات المساندة القلبية التنفسية. Chapter 7 بيتكلم عن Airway Management and Ventilatory Support، رعاية مجرى الهواء. بداية كان يهمنا نعرف ليه ممكن استخدم artificial device او artificial airway او يعني حاجه صناعيه اني افتح بيها مجرى هواء لشخص. احنا بنستخدمها في عده حالات، ان انا عاوزه اعمل establishing an airway، عاوزه افتح مجرى هواء لحد مقفول، يعني حد مثلا بيتشنج في بقه، حد عامل حادثه فعنده كسر بشكل ما، مجرى الهواء نفسه مسدود فانا عاوزه افتحه علشان اعمل مثلا ساكشن، او عاوزه احميه بروتكت ذا اير واي، عاوزه احمي بقه وقت التشنجات مثلا ان هو او وقت الاغماء ان هو لسانه ما يسدش مجرى الهواء بتاعه. فاسيليتيت اير واي كليرنس، ان انا ممكن اعمل ساكشن اركبه في بق المريض علشان اعمل بيه ساكشن لو المريض بيعض مثلا او بيبقى اجيتيتد وقت الساكشن. فاسيليتيت ميكانيكال فنتيليشن، ممكن بيعض على التيوب مثلا بتاعت الاندوتراكيال تيوب، فبالتالي انا محتاجه اركب اوروفارنجيال اير واي علشان افتح بيها مجرى الهواء. عندي منها انواع زي ما احنا شايفين، اوروفارنجيال اير واي، وده في منه احجام اهوت حسب حجم المريض، وبقيسه من اول الشفايف المريض لغايه الفك السفلي اهوت ده، تمام. وبعدين بختار الحجم حسب من اول الاطفال لغايه فوق حسب المقاس بتاعه، او نيزو فارنجيال اير واي، وده بيبقى مطاط شويه، بيبقى الاستيك مطاط وبيدخل من النيزل كافيتي، لكن ده بيدخل من الاورال كافيتي ولذلك اسمه اورو فارنجيال، وده نيزو فارنجيال لغايه ما يوصل للفارنكس. عندي تاني ممكن افتح الاير واي عن طريق الاندوتراكيال تيوب، ودي حاجه انفيزيف، اي حاجه بتعدي جوه الاغشيه بتاعه جسمي او الجلد بتاعي او الفتحات بتاعه جسمي اسمها انفيزيف بروسيجر، يعني اجراء تدخلي. الكانيولا انفيزيف، اليوريناري كاتيتر انفيزيف، الاندوتراكيال تيوب انفيزيف، النازو جاستريك تيوب انفيزيف، تمام. النون انفيزيف بقى يعني حاجه بتستخدم من بره، يعني لو حطيت ماسك ادي بيه اكسجين ده نون انفيزيف، لو لفيت الكف على دراع البيشنت عشان اقيس الضغط ده نون انفيزيف، تمام. المصطلحات دي هتهمنا بعدين. عندي الاندوتراكيال تيوب بتتركب باللارنجسكوب او المنظار الحنجري، وبتتثبت بهواء طبعا، وبختار بستخدم معاها اير واي عشان لو العيان هيعض عليها، بيبقى لها مقاسات معينه حسب وزن المريض، وبتدخل لغايه بطول التراكيا لغايه الكارينا لو فاكرين في الاسسمنت بتاع الريسبيراتوري سيستم. ممكن نركبها اورال وممكن نركبها نيزل، تمام. كل حاجه فيهم طبعا ليها مميزات، يعني النيزل مثلا ليها ادفانتج، ليها مميزات، اللي هي النيزل دي انا ركبتها عن طريق الفم، بتبقى متنيه شويه لورا وبتتثبت لورا كده ما بتتثبتش لقدام. ليها مميزات انها بتبقى اريح للعيان، ما بتعملش السرز في بقه زي هنا، ممكن تضغط هنا او تضغط على الجناب او تضغط على التانج او التيث او السنان او اللثه فتعمل لي السرز، النيزل ما بتعملش، بس المشكله انها ممكن تسد لي النيزل كافيتي او تعمل لي التهاب في الجيوب الانفيه. النيزل كمان بريفنت تيوب اوبستراكشن فروم بيتنج، هنا يعني لو الاورال العيان هيعض عليها هنا مش هيقدر يعض عليها. لو العيان هنا هتبقى ايزلي اكسيتيوبيتد او اكسيدنتال ريموفد، يعني العيان هيشدها بايده لان هي قريبه او يطردها بلسانه لو هي مش متثبته كويس، فهنا بعيد شويه عن مجرى عن مل عن عن طول ايده يعني، او عن ان هو يزقها بلسانه، فهتبقى اقل نسبه في حدوث الاكسيتيوبيشن. النيزل هتديني فرصه اني اعمل اورال هايجين كويس واخد بالي من الفم، الاورال للاسف لا، وعاده العيانين بيبقوا مثلا بيعضوا عليها فبضطر اركب حاجه تانية زي الاوروفارنجيال اير واي، او بضطر ادخل معاها نازو جاستريك تيوب اللي هي الرايل طبعا عشان يقدر ياكل بيها لانه مش هيقدر ياكل ببقه، فبالتالي هيبقى صعب عندي ان انا اعمل اورال كير.
دي بتبقى النيزل بتبقى مناسبة اكتر للعيانين اللي هم، لان انا بدخل بيها بلايند يعني من غير ما اتني بق العيان زي البوزيشننج وانا بدخل الاورال مع العيانين اللي عندهم سيرفايكال انجري او سيرفايكال سباين انجريز. ولو العيان سيمي كونشس او كونشس وهيقدر، طبعا هو العيان مش هيقدر يتكلم لان انا هنا بباص بعدي بدخلها كده، فبالتالي مخرج الهواء بيبقى من جوه التيوب، واحنا اصلا بنتكلم عن طريق ان الهواء بيخرج هنا من الحنجره بتاعتي يهز الاحبال الصوتيه فيتحول لكلام. تمام، فانت خدت الهواء خرجته في التيوب، اذا العيان ما ينفعش يتكلم، ولو طلع اصوات يبقى كده التيوب فيها مشكله بتسرب من حواليها هواء مثلا. تمام، بس ممكن لو هي متركبه نيزل زي هنا يبقى بق العيان فاضي، ممكن نتعامل باشاره الشفايف، ابقى فاهم العيان يبقى في ما بيننا كوميونيكيشن شويه، لكن مش هياكل ولا يشرب طبعا ببقه ولا هيقدر يتكلم بصوت. المشكله هنا ان هي في النيزل بقى ليها مشاكل طبعا، ان هي ممكن تعمل لي التهاب في الجيوب الانفيه. احنا قلنا ان انا الهواء بيحصل له موديفيكيشن او هي موديفيكيشن ترطيب وحاجات بناء على الشعيرات الدمويه والشعيرات الصغيره اللي موجوده في الانف، فانا بعدي الحته دي وبدخل من التيوب على طول، فالهواء طبعا ما بيبقاش هميديفايد الا لو العيان على طبعا جهاز فنتليتور، فهعمل له هميديفيكيشن بال الهيمدفاير بتاع الفنتليتور وهناخدها بعدين. ممكن العيان يبقى لايبل ان هو يجي له كمان ابستاكسس، ممكن ينزف من مناخيره نتيجه للبريشر اللي احنا عاملينه دوت. ممكن يعمل له السرز بقى في مناخيره بدل ما كان هيعملها في بقه وهي اورال هيعملها على النيزل فليرز هنا. التيوب سايز محدوده قوي لان احنا بنستخدم تقريبا 6 ل 6 ونص، لكن هنا ممكن استخدم 6 6 ونص 7 8 يعني قد حسب وزن العيان علشان قد التراكيه بتاعته. الاورال بقى الاورال تيوب طبعا ليس تروماتيك اكتر من دي، لان انا ببقى شايف انا داخل ازاي، لكن دي بدخل بلايند شويه فممكن اجرح الفوكال كورس او حاجه. بيرميت اوف لارج اندوتراكيال تيوب عندي احجام كتيره ليها مقاسات كتيره، فبالتالي هنقدر نستخدم اللي مناسبه للعيان ومش هعرض العيان لساينس كومبليكيشن او مشاكل اللي بتحصل من الانف. لكن عيوبها طبعا بقى ان هي مش مريحه، بتعمل السرز زي ما قلنا، واحنا بنقارن ممكن العيان يعض عليها وتبقى ايزلي اكستيوبيتد او ايزلي سيلف ريموفد، يعني هو يقدر يشيلها بنفسه. والبريباريشن طبعا بتاع الاندوتراكيال تيوب الجزء ده خاص بالعملي. بعد كده احنا قلنا الديفايسز اللي احنا ممكن نفتح بيها مجرى الهواء، فيهمنا جدا ان انا اقول الاكسجين ثيرابي. الاكسجين ثيرابي ده انا بستخدم اكسجين تو كوركت هايبوكسيميا. يعني ايه هايبوكسيميا؟ هايبو يعني قليل، وايميا يعني بلاد، فهايبوكسيميا يعني الاكسجين بتاعي قليل في البلط. تمام، وده مختلف شويه عن الهايبوكسيا. انا كده بتكلم على مستوى التيشو، يبقى قليل في التيشو هايبوكسيا، قليل في البلط هايبوكسيميا. انا بستخدم الاكسجين ثيرابي او العلاج بالاكسجين. طبعا الاكسجين از دراج، ده بيعامل معامله الادويه، لازم يتكتب، والتركيز والدوز والمده وكل ما يتعلق بيه ميديكالي لازم يتكتب في الشيت قبل ما اوصله بالعيان. فانا بستخدمه تو كوركت هايبوكسيميا، ديكريز ذا ورك اوف بريثنج علشان ما اخليش العيان يبقى مجهد وليبرد عمال يستخدم الاكسسوري ماسلز وبينهج يا عيني، لا انا محتاج اديله اكسجين واعمل له سبورت. اند ديكريز ماي كارديال ورك، واقلل الشغل بتاع القلب زي ما خدنا في الجزء بتاع الانجينا. The goal for all patients on oxygen therapy are stable arterial oxygen saturation level and decrease in anxiety and shortness of breath. طيب مصدر الاكسجين عندي ايه؟ عندي حاجتين او مينلي ثلاث حاجات، بس حاجتين في المستشفى وحاجه بره المستشفى. الحاجه اللي جوه المستشفى اللي هو السنترلايزد اكسجين، ده بيبقى اسطوانه كبيره قوي كده في كل مستشفى في جنب كده بعيدا، بيبقى اكسجين وبيحصل له هيوميديفيكيشن ويبقى فلويد ويمر من طريق الانابيب اللي متوصله في الحيطان ويوصل على الاقسام بتاعتنا، واوصل فيه حاجه اسمها هيوميديفاير او لاكور اللي هو بيوصل في
ماشي، وفي الفلوميتر العداد اللي انا بقيس بيه قد ايه كام لترات حديها، او بيتعبى في سلندرز، السلندر اللي هي الاسطوانه، ودي بتتنقل برضو من عيان لعيان، ما بتبقاش ثابته بقى جنب الحيطه، بتتنقل. وده هو الفلوميتر، وده اللاكور اللي بيتوصل، وبشوف البريشر بتاعي طالع قد ايه وكام لتر بديه للعيان، وهنتكلم عنه. عندي الوسيله الثالثه بقى اللي هو الاكسجين كونسنتريتور، اللي هو اللي بيستخدم في البيوت بقى، العيانين اللي بيستخدموه في حاجات كرونيك في البيت. عندي بقى ميثودز او ديفايسز بنقل بيها الاكسجين كونسنتريشن. عندي النون ريبريثر اكسجين، وده بيدي هاي فلو اكسجين، لان بيحوش لي هنا، بيتلبس على الوش وبيحوش لي هنا الاكسجين، والعيان بياخد منه هاي فلو اكسجين. ده الماسك خاص بالتراكيستومي، هنتكلم على التراكيستومي ان شاء الله في الاخر، بس انا كنت حابه اوريكم الشكل بتاعه مختلف عن الفيس ماسك العادي. وفي الفنتوري ماسك، الفنتوري ماسك ده الجزء ده هو ماسك عادي، فيس ماسك عادي، وبتركب فيه وصله كده اهيت او من غيرها، بيتركب الجزء بتاع الفنتوري ده، بيبقى كل واحد فيه بيقول لي مثلا ده بينقل 20% اكسجين، اللي هم مثلا 3 لتر، او مش عارفه كام لتر، اللي هم كام في المية اكسجين، تمام؟ فكده يعني انا لو عاوزه ادي 50% اكسجين وده ما بينقلش غير 30، يبقى مش هيدخل للعين غير 30، يبقى لازم اختار منه ال 50، يبقى ده كنترولد ماسك. عندي حاجات تانية بتدي لو فلو، زي النيزل كانيولا بتدي من 1 لـ 6 لتر اهيت، دول بيدخلوا في الفتحتين بتوع الانف، ودي بتتشبك ورا الودان، ودي بتتوصل في اللاكور او الفلوميتر بتاع الاكسجين، سواء في سلندر او في سنتر. وعندي الفيس ماسك العادي اللي هو ده مفتوح من الجنابه اهوت، العيان بيقدر ياخد كل الديفايسز اللي احنا بنتكلم عليها دول، وده العيان قادر ياخد اكسجينيشن، تمام؟ هو قادر ياخد هواء، قادر يعمل فنتليشن، قادر ياخد انسبيريشن ويخرج اكسبيريشن، بس انا بعمل ايه؟ بزود له الكونسنتريشن بتاع الاكسجين اكتر من اللي هو قادر ياخده بنفسه، تمام؟ لان بعد شويه انا هدي للعيان ببوزيتيف بريشر الاكسجين مع الفنتليتور ان شاء الله، تمام؟ فالماسك من الحاجات اللي بتدي هاي فلو، والنيزل كانولا من الحاجات اللي بتدي لغايه 6 لتر بس لو فلو، كل لتر معناه من كام لكام في المية اكسجين، يعني انا لو عاوز ادي العيان مثلا 25% اكسجين هديله، هظبطه على النيزل كانولا 1 لتر بس. طب انا لو عاوز اديله 30، هبص هنا هديله 3 لتر، تمام؟ طب لو انا عاوز اديله 42 لتر 40% اهو، 40% يبقى هديله 6 لتر على النيزه، تمام؟ طب سوري الماسك انا عاوز اديله 50%، ما احنا بنعلى بقى اعلى من النيزه، تمام؟ الماسك هنا عاوز اديله 50% اكسجين، يبقى هديله من 6 ل 7 لتر اكسجين، واعلى حاجه عندي في الفلوميتر لغايه 15 لتر. طيب الفنتيلاتوري سبورت بقى، الفنتيلاتوري سبورت معناه ان البيشنت هنا في موقف مش قادر ياخد فيسيولوجيكالي، مش قادر ياخد انهيليشن ولا يطلع اكسليشن، او ياخد شهيق ويطلع زفير. المشكله هنا ايه؟ ان الشخص ده لازم فنتيلاتوري سبورت. يعني ايه فنتيلاتوري سبورت؟ يعني لازم اديله الاكسجين ببريشر يدخل جوه الايرواي بتاعه، فبالتالي اقدر اسبورت الاكسجينيشن بتاعه. عاوزه ايه؟ فبضطر استخدم بعض الديفايسز اني ادي بيها فنتيلاتوري سبورت. في حاجات بتبقى مانيوال زي الامبو باج او الباج فولد ماسك اللي هو زي دوت، دي الباج او الامبو باج، وده الفالف بتاعها السماع، وده الماسك بتاعها، بيبقى سيلد يعني محكم على الوجه بتاعه، وبدي بيها بريشر، لان هو البيشنت في الوقت ده ما بيبقاش قادر ياخد زي في الفيشيال ماسك العادي مثلا، او الفيس ماسك العادي. الاكسجين بقى كونكتد تو ذا اكسجين سورس، لازم طبعا ما ينفعش اديله هوا كده من بتاعنا اللي في الهوا ده، والا كان خده لوحده،
بس او كان كفايه يعني، لكن احنا لازم نوصل هنا سورس اوف اكسجين واحطه على 100% اكسجين في حالات الكارديو بالمونري ريسسيتيشن مثلا، او حالات توقف القلب والرئه. بالنسبة بقى للميكانيكال فنتليتور، انا عندي الميكانيكال فنتليتور يعني انا بستخدم ماشين اللي هو الفنتليتور، بستخدمه علشان يديني بوزيتيف بريشر، يعني بيضغط ضغط ايجابي للعيان، لان هو زمان قوي كانوا بيستخدموه بالنيجاتيف، ان هو يدخل العيان جوه حاجه شبه الغساله كده بالعرض نايمه كده على السرير، وتبدا تشد جسمه لبره ببريشر وترجعه، لكن دلوقتي احنا بندي بوزيتيف بريشر لجوه، ديليفرد اير باي بامبنج انتو ذا بيشنت لانج، عن طريق ان احنا بندفع الهواء بقوه اللانجز بتوعه، وبيبقى فيه منه نوعين، يا اما نون انفيزيف يا اما انفيزيف. واحنا قلنا نون انفيزيف يعني حاجه من بره، هنا انا ما دخلتش اندوتراكيال تيوب، لكن هنا دخلت اندوتراكيال تيوب وثبتها. الفكره من الفنتليتور او العمل الفنتليتور، احنا بندي فوليوم فنتليشن او بريشر فنتليشن، يا اما بملى اللانج بفوليوم يا اما بدي الهواء بتاعي ببريشر. في كومن مودز يهمني قوي ان انا اعرفها وانا بتعامل مع البيشنت. في مود قديم شويه بس يعني بيعدلوه بعدين، اللي هو السي ام في، اللي هو كنترولد مانداتوري فنتليشن. يعني ايه كنترولد مانداتوري فنتليشن؟ انا دلوقتي عندي ماشين وعندي شخص تعبان وعنده بروبلم او ديس اوردر في الفنتليشن بتاعي. مين هم الاشخاص اللي ممكن اوصلهم بجهاز تنفس صناعي؟ هل اي حد عنده مشكله في التنفس احطه على تنفس صناعي؟ قال لك لا، احنا عندنا بعض الامراض زي فشل التنفس، زي الغيبوبه، زي اصابات الصدر، زي الالتهاب الرئوي الحاد، زي تليف الرئه، بعض اثناء العمليات الجراحيه، وفي بعض الكرايتيريا اللي تهمني قوي ابص للتحاليل بتاعه العيان والاسسمنت بتاعه، زي ما عملنا في تاني محاضره في محاضره الاسسمنت، اني ابص على العيان ايه هي الكرايتيريا اللي توصلني اني احط بيشنت على جهاز تنفس صناعي. البي اتش تبقى اقل من 7.25، هي المفروض من 7.35 ل 7.45، البي سي او 2 اعلى من 50، البي او 2 اقل من 60، التايدال فوليوم، وهنتكلم احنا قلنا التايدال فوليوم ده يعني ايه، يعني السعه الكليه للرئتين اللي احنا بنحسبها تقريبا من 7 ل 10 في وزن العيان، فهي بتبقى اقل من 5 لكل كيلو جرام من وزن العيان، تمام؟ فبالتالي العين مش هيملى الرئتين بتوعه كويس، فمش هيحصل جاز اكستشينج كويس. الريسبيراتوري ريت بتاعه بيبقى اعلى من 35، فبالتالي العيان عمال ينهج، البي اتش بتاع الجسم بقت اسيتوتيك، الكونشس ليفل بتاعه اقل من 7، البلود جازز زي ما احنا قلنا عليها دلوقتي، الالكترولايتس عنده مختله مع البالمونري ديزيز او السبب اللي احنا قلنا عليه قبل كده، فبنضطر نوصله بالمكنه اللي احنا الجهاز ماشين ما بيفهمش، تمام؟ فاحنا هنفهمه نقول له يتواصل ازاي مع العيان. يتواصل ازاي مع العيان؟ فكان لازم اختار نظام. النظام ده هل العيان معتمد كامل على الماشين دي؟ ولا العيان هيعمل شويه والماشين تكمل؟ ولا الماشين هتبدا وانت العيان هيكمل؟ ولا الماشين محطوطه ستاند باي، اللي هو الفنتليتور محطوط ستاند باي كده بس لايه؟ يسبورت العيان. فهو ده المود، يعني النظام، يعني الطريقة اللي الماشين أو الفنتليتور بيتعامل بيها أو بيتواصل بيها مع العيان. الفنتليتور بالرغم من إن هو انتليجنت ذكي، بس ما يقدرش يحسب كل ده لوحده. أنا هقول له بص أنت ساند العيان، أيوه أسانده إزاي يا سيدي؟ فقال لك هنظبط حاجة اسمها مود. سي إم في ده أول مود عندي اللي هو بيتعدل بعدين، اللي هو كنترولد مانداتوري فنتليشن. يعني إيه كنترولد؟ يعني متحكم. ومانداتوري يعني اجباري، وفنتليشن يعني تهويه، او فنتليتور يعني الجهاز تنفس صناعي. فهنا بنستخدمه للعيانين اللي هم كومبليتلي كوماتوز، العيانين اللي في كوما تماما، العيانين اللي تحت تخدير كامل، العيانين اللي عندهم اصابه في السنتر بتاع الريسبيراتوري سيستم في البرين، فبالتالي العيان ده طبعا ما بيتنفسش نهائي. فبيقوم جاي الفنتليتور هنا بيعمل كنترولينج، هو اللي بيدي كل النفس، هو اللي بيدي كل القوه، وطبعا السي ام في يا اما بدي ببريشر او بفوليوم زي المبدا اللي احنا قلنا عليه من الاول.
طب الاي اي سي ام في اسيستد كنترول ميكانيكال فنتيليشن، هو قال لك ايه بقى؟ لما نيجي نحط السي ام في الموضوع مش هيبقى لطيف قوي ان انا اركن المريض كده واخليه ما يتصرفش او يعتمد اعتماد كامل على الفنتيليتور، فخلينا شويه نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسيستد. اسيستد كنترول دي يعني مساند، يعني هو هيفضل عامل كنترول لغايه ما العيان يبدا يا دوب ها هياخد نفس، يقوم العيان ايه؟ يديله فرصته، ايوه خليه هو ياخد، تمام؟ او هيطلع نفس، ايوه خليه يطلع، يبقى ده الاسيستد، تمام؟ طيب المود اللي بعد كده اللي هو السينكرونايزد. طبعا احنا هننزل المستشفيات، مفيش حد بيستوعب الفنتليتور بكلمتين نظري. هننزل المستشفيات هنلاقي مودز كتير جدا واجهزه فنتليتور انواع مختلفه وسيتنجز مختلفه، فاحنا بناخد البيزكس دلوقتي الاساسيات وعلى اساسها بقارن او ببني بعدين انا قادر استوعب ايه وعندي معلومات ايه هزودها ازاي، وهشوف المودز الجديده والشركات طلعت ايه والعلم قال ايه. بنتكلم في المود الثالث اللي هو الاس اي ام في اللي هو سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري ميكانيكال فنتليشن. يعني ايه سينكرونايزد؟ يعني متزامن. انترميتنت يعني متقطع. مانداتوري يعني اجباري. ميكانيكال فنتليشن هنا السينكرونايزد انترميتنت يعني العيان انت هتتزامن يا فنتليتور مع العيان. يعني ايه؟ يعني العيان هيبدا ياخد مثلا، انا الطبيعي بتاعي من 18 ل 20 نفس، العيان مثلا بياخد 12، يبقى هيتزامن معاه اول ما يخلص 12 هيكمل له ايه؟ لغايه ال 20، تمام؟ طيب العيان مثلا بياخد سايكل ومش قادر يكملها، فهيقوم ايه؟ الفنتليتور مكملها لي، يبقى كده ايه؟ متزامن. انت يا عم هتشوف البيشنت بيقع في ايه وهتكمله له، بس البيشنت هنا طبعا هتوقع هيمودايناميكالي العيان حالته احسن من الحالتين اللي فوق، تمام؟ ولذلك لما اجي انقل من مود لمود اقل منه احسن منه، يعني لمود احسن منه، احسن منه مش يعني بيدي نتائج احسن، لا يعني العيان حالته احسن فمش هيعتمد اكتر بالمود الاولاني مثلا، تمام؟ فبالتالي كل ما بنزل لمود اقل اعتماديه من العيان على الفنتليتور، فبالتالي كده انا بعمل حاجه اسمها وينينج او فطام. فطام مش معناه ان انا بفصل العيان على طول، لا دي مرحله طويله جدا بتبتدي من اول ما بنعمل انتيوبيشن، تمام؟ المود الاخير بقى هو مش مود، هو ساعات بيحسبوه مود وساعات بيحسبوه بارامتر وساعات بيحسبوه فينت بتاع ده ويننج مود، اللي هو السباب. كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر. يعني ايه كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر؟ يعني الفنتليتور العيان بيتنفس عادي، بس الفنتليتور بيدي بريشر للعيان، ضغط هواء يفضل فاتح لي مجرى الهواء، تمام؟ علشان ما يحصلش اتلاكسيز، ما يحصلش كولابس، عشان لو العيان وقف نفسه يبقى انا عندي ستاند باي العيان. السباب ممكن يبقى الحالتين دولت، ممكن يبقى نيزل سباب زي ما احنا شايفين، اسفه ماسك سباب، او على الاندوتراكيال تيوب في مرحله الويننج. طيب انا ظبطت دلوقتي العيان هيبقى معتمد اعتماد كامل ولا نص نص، ولا الفنتليتور هيبقى مستني بس اي حد يامرني باي حاجه هعملها، فكده انا خلصت المود. طيب انا دلوقتي عندي حاجه اسمها فنتليتور سيتنجز. ايه السيتنجز دي؟ اول حاجه عندي ان انت لما قلت له يا فنتليتور انت هتتعامل اعتماد كامل للعيان او اعتماد اسيستنت مثلا، ان انت هتشوف العيان هيعمل ايه وانت هتكمل له مثلا او هتساند بس يا دوبك، فكان لازم شويه تظبيطات تانية اللي هي البارامترز او السيتنجز اظبطها. يعني مثلا انت قلت له هيعتمد اعتماد كامل، ايوه هدي له قد ايه بقى كميه هواء؟ هدي له كام نفس؟ هديله قد ايه اكسجين؟ يبقى احنا لازم نظبط الحاجات دي لان دي مجرد مكنه. فقال لك في من اول السيتنجز اللي تهمني، هو في سيتنجز كتير جدا بس احنا اخترنا اللي يهمنا. تايدال فوليوم. التايدال فوليوم ده السعه الكليه للرئه، تمام؟ انا حامله الرئتين بتوع الشخص ده او العيان ده بقد ايه؟ وده خدناه في المحاضره بتاعه الاسسمنت واتكلمنا عليه. الفراكشن اوف انسبايرد اكسجين، يعني انا اديت هوا، مش تايدال فوليوم ده عباره عن الهوا، حدي جوه الهوا ده بقى تركيز اكسجين قد ايه؟ يعني انا بني ادم طبيعي باخد الهوا فيه تركيز اكسجين 21%، صحيح ما بستغلهمش كلهم وبيخرج منهم كمان، بس انا عشان اقول للفنتليتور ادي للعيان هوا حدي له قد ايه بقى جواه اكسجين، تمام؟ حسب حاله العيان. لو افترضنا ان هو على المود ده الاي سي ام في الاي سي ام فنتليشن، يبقى مثلا هنقول ان هو هياخد 70% 80% اكسجين، تمام؟ طب على الاس اي ام في هعمل ايه؟
هنا الاكسجين ساتوريشن هيقل لان حاله العيان نفسها ايه بتتحسن. يبقى هتوقع ان انا مثلا هديله 40% اف اي او 2 تمام. طيب هديله بقى كام نفس في الدقيقه؟ ما هو انا طبيعي اديله 35 نفس ولا اديله 20 نفس ولا اديله 3؟ يبقى انت حضرتك اكوردنج للكيس واكوردنج للمود هندي للعيان قد ايه ريسبيراتوري ريت تمام. البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي احنا بنقول عليها بيب، والبيب دي مهمه جدا بالنسبه لنا في شغلنا، لان البيب دي عباره عن ايه؟ هو انت لو حضرتك خدت نفس كامل اللي هو التايدال فوليوم وبعدين خرجته، هنفترض ان انا خدت 500 مللي هواء وجيت خرجتهم، هما مش هيخرجوا ال 500، لان انا لو خرجت ال 500 معنى كده ان الالفيولاي، لو فاكرين شكل الالفيولاي عباره عن بالونه مليانه هواء تمام، البالونه دي لو خرجت ال 500 كامل اذا مفيش في رئتي اي نوع هواء او اي ضغط هواء، فالالفيولاي هيقوم عامل لها ايه؟ كولابس، هتقوم لازقه في بعضها تمام. فالمفروض هنا ان ربنا خلق ان شويه هواء كام ملي هواء في كل الفيولاي بتفضل للاخر علشان يبقى في نيجاتيف بريشر وتعمل لي تكمل لي السايكل بتاعه الريسبيريشن. فهنا احنا بنظبط البيب لان ده مكنه ممكن يدخل الهواء كله ويطلعه كله، فبالتالي يبقى يضر العيان. فانا بقول له مثلا سيب لي 3 ملي هواء او سيب لي 4 خلاص. البيب بقى هنا مشكلته كبيره، ان البيب من الحاجات اللي بتزود لي الانترا ثراسيك بريشر. ولو نفتكر ان احنا قلنا ان انا عندي في الثراسيك كافيتي عندي حاجتين، تو لانجز وقلب وهارت تمام. لما انا دلوقتي زودت اي واحد فيهم هياخد بريشر اعلى من التاني هيضغط على التاني، يعني اللنج لو فردت قوي اكسباندت قوي اتملت قوي هتضغط لي على الهارت، والعكس الهارت لو ملى قوي او حصل فيه مشكله هياثر لي على التو لانجز. طب انا دلوقتي زودت البريشر شويه جوه، لان ده بريشر صناعي، البيب ده بريشر صناعي، فانا زودته شويه جوه الالفيولاي، زودت لي خدت من الانتراثراسيك كافيتي تمام، قامت ضغطه لي على مين؟ على الهارت. طب الهارت ده لما اجي اقيس السي في بي يقول لك العيان لو على بيب افصل البيب او افصل الفنتليتور، وانس ان السي في بي طالعه نازله مثلا 15 16 15 16 وهو العيان على بيب 5، بقوم فاصل ابص الاقيهم نزلوا الخمسه دول. ليه بقى؟ لان انا نزلت البريشر اللي كان ضاغط على القلب ده، فالاتريوم خد راحته وقاس لي كميه الفلويدز في الاتريوم صح تمام. او حاجه ثانيه ان انا بقلل او بنقص، ما بفصلش ولا اي حاجه ولا باجي جنب الفنتليتور، بنقص البيب من القياس بتاع السي في بي بتاعي. يعني لو السي في بي 15 16 هنقص يبقى 11 10 11 10 تمام، هنقص الخمسه اللي هم البي. سنسيتيفيتي هنا بقى السنسيتيفيتي قد ايه سنسيتيف الفنتليتور يبقى للبريثنج بتاع العيان، اللي هو الفانكشن كنترولز اماونت اوف بيشنت ايفورت، هيبدا امتى يبقى الفنتليتور هيبقى سنسيتيف للعيان هيبدا امتى تمام، ياخد نفس وهو ايه يبدا معاه او يخرج منه الهواء. طيب اخر حاجه عندي اللي هو الانسبيراتوري اكسبيراتوري انسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو. ايه الانسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو ده؟ احنا المفروض لما باجي اخد نفس بتاعي باخد النفس عادي وبطلعه في وقت، باخده في وقت وبطلعه في وقت. المفروض وانا باخده ما يبقاش اسرع من وانا بطلعه، يعني لو خدته في ثانيه يبقى مطلعه في ثانيتين. ليه؟ علشان يلحق الهواء جوه يحصل له جاز اكستشينج تمام. فالمفروض انا بظبط، انت يا فنتليتور هتخرج هتدخل الهواء في ثانيه وتطلعه لي في ثانيتين. طبعا في بعض الامراض بيتعكس فيها او بنزوده شويه، ما يخصناش دلوقتي، احنا بنتعلم البيزكس. لو بصينا هنا دي شاشه فنتليتور، هبص عندي الاقي الالارم اهوت، المود سيتنج اهوت وبيتغير من الزرار ده، هبص الاقي المود اهوت سباب وفي بريشر سبورت اهوت، بدي ببريشر، احنا قلنا يا فوليوم يا بريشر سبورت، يا بريشر فوليوم يا بريشر يا فوليوم فنتليشن. عندي الاوتو اهوت حدي ب 50%، عندي البيب اهو حدي 5، عندي البريشر سبورت اهوت. هبص بقى على المودز هي سي ام في واس اي ام في، التايدال فوليوم 515، الفريكوانسي الريت حدي كام، الريت بيساوي الفريكوانسي حدي كام نفس. اكوردنج بقى انا في السباب هو كونتينوس، فما بظبطش طبعا ايه، ما بظبطش ريت ولا بظبط تايدال فوليوم ولا كده، العين هو بياخد ويدي مع نفسه لان انا وظيفتي كلها ايه ان انا ابقى ستاند باي تمام.
عندي زرار مهم جدا هنا، ده نيبولايزر، ولازم طبعا في العملي نعرف ان شاء الله ازاي هنعمل نيبولايزر على فنتليتور. او عندي هنا اوتو ساكشن، ان انا بضغط عليه لمده 3 ثواني هو بيصفر كده لونه، وبعدين بدي 100% اكسجين قبل ما افصل العيان علشان اعمل ايه؟ اعمل ساكشن، فبالتالي العيان يبقى مريح نفسه، ما ينهكش مني او يدخل في مشاكل. طيب في كومبليكيشنز ممكن تحصل من الفنتليتور؟ اه طبعا، كومبليكيشن اثناء الانتيوبيشن وانا بركب التيوب، تمام، وفي كومبليكيشن دي ميكانيكال، وفي كومبليكيشنز للايروي، يعني ممكن العين يدخل في اسبيريشن. اسبيريشن يعني يشرق، يعني السلايفا اللي في بقه تدخل على اللانج، او العيان يرجع لو انا مش مركب له نازو جاستريك تيوب، يرجع ويشرق في مين؟ في الحاجات اللي رجعها دي، في الفوميتس ده، تمام، فيدخل في حاجه اسمها فنتليتور اكواير دي نيمونيا. دي نوع نيمونيا بتيجي للعيانين اللي متوصلين على فنتليتور بعد 48 ساعه من توصيلهم. فالكير بتاعي للعيان ده ان دايما راسه مش اقل من 30 درجه، راس السرير مش اقل من 30 درجه. الكومبليكيشنز اوف اندوتراكيال انتيوبيشن او اثناء التراكيوستومي، ممكن بقى اعمل باراتروما، اخبط سنه وانا داخل بالرينج سكوب، او اعور سقف بقه، او اعور لسانه، او ازق لسانه جوه اذنقه، او يعمل السر على بقه. كل دي مشاكل ممكن تحصل اثناء ما احنا بنعمل انتيوبيشن. ممكن تاني يحصل حاجات ميكانيكال زي اللانج انجري، ان احنا الهواء اللي داخل ما يبقاش هيوميديفايد، او يبقى كتير، التايدال فوليوم اكبر، مش احنا قلنا بالونه يعني ليها سعه حسب وزن العيان، فانا اديت اكتر، المفروض ياخد 500 اديته 1000، هتقوم البالونه دي مفرقعه فيدخل في نيموثوركس زي ما اتكلمنا عن النيموثوركس، تمام. اتلكسس اللي هي بقى ايه؟ اللنج تلزق في بعضها، اللي هي بتحصل امتى؟ لما ابقى مدخل التيوب، ما احنا قلنا التيوب بتدخل في التراكيه لغايه الكارينا قبل البرونكاي ما تتقسم، فانا هدخلها على جنب واحد، فال 500 مللي هواء بدل ما يدخلوا على التو لانجز بيدخلوا على لانج واحده، فتقوم لانج فيهم تفرقع اللي داخل فيها الهواء الكتير، واللانج الثانيه يا عيني ايه يحصل لها؟ اتروفي او ضمور وتلزق في بعضها او كولابس، تمام. يحصل حاجه اسمها هايبوكابنيا. هايبوكابنيا يعني او هايبر كابنيا، كابنيا يعني سي او 2، يا اما يزيد يا اما يقل. لا، امتى يزيد؟ لو انا مدي ريت للعيان عالي، فاكرين واحنا بنتكلم في الاسيد بيز امبالانس لما قلت ان العيان نفسه عالي، ف السي او 2 بيقل، فيدخل مني في ايه؟ في ريسبيراتوري الكالوزس، او يدخل مني في هايبر كابنيا اند ريسبيراتوري ايه؟ اسيدوزس، او السي او 2 يعلى فيدخل مني في ريسبيراتوري اسيدوزس لو انا مديله ريت اقل على الفنتليتور، تمام، او يدخل مني في هايبر ثيرميا نتيجه للانفكشن. ممكن حاجات فيسيولوجيكال تحصل زي ديبريسد كاردياك فانكشن، زي ما قلنا ان انا بشتغل على اللنج اللي هم جوه مع بعض مع القلب، فممكن يحصل لي كاردياك ديسفانكشن، وخاصه كمان وانا بعمل ساكشن وانا بفصل العيان من على التيوب، فيعمل لي فيجل ستيميوليشن، الفيجاس نيرف يعني، اللي هو كان مسؤول اصلا على الهارت ريت، بينظم لي الهارت ريت، العيان يدخل مني في هايبوكسيا، يدخل مني في برادي كارديا وانا مش فاهم، ريزلتنج ان هايبوتنشن او برادي كارديا. فلويد اوفرلود، لان انا ضاغط طبعا على الهارت فيعني عمال يرجع لي على ورا. ريسبيراتوري ماسل ويكنس اند اتروفي، العيان خلاص بقى ديبندنت، ريح على الفنتليتور، معتمد، ما هو انا مش هلاقي حد يديني النفس وابذل مجهود، صح؟ ولذلك قلنا في المود الاولاني ان هم عملوا اسيستنت بحيث العيان ايه؟ يعتمد على نفسه. كومبليكيشنز اوف اموبيليتي، كل الكومبليكيشنز بقى سواء على المستوى السكن ان يجيله بيك سورز، سواء على مستوى الجوينتس والماسكو سكليتال يجيله اتروفي في العضلات، ضمور، او يجيله تيبس في المفاصل، او يجيله باراليتيك ايليس على مستوى الجي اي تي، او ستريس السر، او ديستنشن، وكونستبيشن طبعا من الحاجات اللي ممكن تعمل لي برفوريشن اللي هو يخرج لي او يفتح لي الجهاز الهضمي. طيب الاندوتراكيال تيوب نفسها ممكن تعمل مشاكل؟ الاندوتراكيال تيوب نهايتها بتبقى بالون زي دي، فكل ما ضغطت عليها نفختها جامد قوي، فهتقوم عامله لي حاجه اسمها التف، اللي هو التراكيو اسوفاجيال فيستولا، لان هي ضغطت على هنا فضغطت لي على الاسوفاجس، فقامت فاتحه ما بينهم. انت متخيل ان طريق الهواء مفتوح على طريق الاكل، ف
فكده العيان عنده مشكله كبيره جدا، وهنضطر طبعا من 10 ل 15 يوم لو العيان ما تحسنش على الفنتليتور بنفتح حاجه اسمها تراكيوستومي، هنتكلم عليها بعدين. ولذلك لازم نقيس الضغط ده الكاف بريشر بحاجه اسمها كاف مانومتر، اهو جهاز بنفخ فيه المفروض من 20 ل 25، اهو كده الكاف دي، اكتر من كده يبقى هيضغط على الميوكس ممبرين اللي جوه ويعمل لي التوف. اللارينجو سبازم او برونكو سبازم نتيجه للتيوب، يعمل لي هايبوكسيميا او هايبر كابنيا ديورنج انتيوبيشن، يعمل لي ديسريزميا او هايبر تنشن او هايبوتنشن، لارينجيال اديما او تروما، ممكن انا اخبط وانا داخل الباراتروما، او نوزوكوميال انفكشن اللي هو الفاب او الفنتليتور اسوشيتد نيمونيا، رايت ميدياستينيوم برونكس او اوسوفاجيال انتيوبيشن لو دخلنا اللنج التيوب على لنج واحده، يحصل اسبيريشن، يحصل ستينوزس او باراليسيس او نيكروزس. نيكروزس يعني الحته دي ماتت اهي نتيجه مفيش بلاد سبلاي. لارنجيال ستينوزس وباراليسيس خلاص، تراكيو اوسوفاجيال فيستولا زي ما قلنا، وفوكال كورد باراليسيس ان انا ضاغط طول الوقت على الاحبال الصوتيه. طيب الكير بقى بتاعه هعمل له ايه؟ اعمل تيوب سكيورنج، من فضلك التيوب دي لازم تتثبت كويس قوي، ما تفضلش رايحه جايه في بق العيان عشان ما تتخلعش. change from site to site to facilitate oral care. لما باجي اعمل كير للعيان بتبقى ضغطة على جنب واحد، لو هي مثلا على الجنب اليمين في البق فبتبقى بتفضل ضغطة، وده من فضلكم ما بيتعملش غير بحد يعني ايده خدت على الشغل اكتر، علشان ممكن اول مرة تيجي تعملها لازم يبقى معاك حد، ممكن اول مرة تيجي تعملها تقوم مخلوعة منك التيوب وتبقى مشكلة كبيرة ما نلحقش العيان. فبحركها في نص بقه او على جنب الشمال لغاية ما بقه اليمين يرتاح، او اعمل ماوس كير وهكذا. Before resecuring the tube, ensure positioning. لما اجي اغير الرباط بتاع التيوب لازم ابص هي متثبته عند كام، يعني الرقم كام اهوت عند شفايفه، علشان ده معناه ان هي واقفه عند الكارينه بتاعه بتاع التراكيه، ما دخلتش على جنب من الجنبين. Placement of short oral pipe. في بقى الاوروفارنجيال ايرواي او الحاجات اللي هي بيعض عليها العيان علشان ما يقفلش التيوب فيمنع وصول الهواء او يقطعها او يخلعها. بروبر اورال كير، العيان ده طبعا محتاج اورال كير جدا يعني. كولابوريتيف مانجمنت فور بيشنت اون ميكانيكال فنتليتور، طبعا يهمني هنا الاكسجينيشن ان انا اسكلتيت اللنج ساوند وكل الكلام بقى اللي احنا خدناه في الاكسجينيشن في الاسسمنت بتاع الريسبيراتوري سيستم، السيركيوليشن والبرفيوجن اخدناه في الاسسمنت بتاع الكارديولوجي، الفلويد والالكترولايتس لازم اشوف الفلويد لان العيان ده معرض نتيجه للاموبيليتي والثراسيك بريشر اللي زاد على الهارت ومش عارفه ايه، يدخل في اوفرلود ويدخل في اديما وكده. الموبيليتي العيان ده لازم قد ما نقدر نحركه، هو ممكن عيان يقوم بالفنتليتور ممكن يقوم يقعد على كرسي بس يتعمل اسسمنت كويس جدا، يبقى الناس اللي بيشتغلوا معاه اكسبيرينسد وخبره في المكان، يبقى العيان حالته تسمح بده. لازم اعمل جلاسكو كوما سكيل او نيورولوجيكال اسسمنت واشوف درجه وعي العيان. لازم انشور السيفتي بتاعه العيان سواء التيوب او النومه بتاعته او انه ما يعني الكونشس ليفل بتاعه مختل شويه ما يتاذيش. السكين انتجريتي نتيجه لعدم الحركه. النيوتريشن بتاعه العيان لازم اعمل اسسمنت ومانجمنت ليها. لو في بين لازم اعالج البين او اعمل كنترولنج والسايكولوجيكال ستاتس، ولازم الاقي وسيله للكوميونيكيشن، ودلوقتي عاملين بورد كده عليها رسومات العيان بيشاور هو عاوز ايه، عاوز ميه، عاوز يغير وضعه، عاوز يفرد ظهره، ينيم ظهره وهكذا. جايد لاينز فور ويننج بقى، واحنا بنتكلم دخلنا حاجه فيها اسمها ويننج. ويننج اللي هو الفطام، يعني بنقل من مود لمود اقل اعتماديه لمود اقل لاقل، وبنستخدم حاجتين، يا اما بننقل من المود الاكثر اعتماديه للعيان لاس اي ام في وبعدين لسباب وبسيبه كام ساعه وبسحب بلاد جازز وبشوف الجلاسكو كوما سكيل او النيورولوجيكال اسسمنت بتاعه وبشوف الماسكوسكليتال اسسمنت والالكترولايتس بتاعته، وبيبقى عندي ريدنس كرايتيريا والتوليرانس كرايتيريا واكسكيوبيشن كرايتيريا. ريدنس يعني العيان ده اللي احنا قلنا عليه ده كله ريدنس كرايتيريا، ليه بقى؟ العيان ريدي انه يتعمل له ايه؟ ويننج. طب توليرانس بعد ما يتعمل له ويننج قادر يقعد في المرحله اللي احنا نقلنا ليها ولا هنرجعه تاني، ولا ده كويس جدا فهنقدمه كمان مرحله قدام كويسه عشان يتفصل خالص، تمام؟ والاكسكيوبيشن كرايتيريا طبعا هنقولها دلوقتي.
هنا عندي حاجة اسمها تي بيس، لأن دي مش هتشوفوها عندكم في الكتاب. تي بيس دي بنفصل من عن فنتليتور، بس الاندوتراكيال تيوب أو التراكيوستومي متركبين، ممكن تتوصل على الاندوتراكيال تيوب، وبوصل حاجة اسمها قطعة حرف تي أهي، وبوصل من هنا أكسجين، ومن هنا بتبقى مفتوحة بحيث إن العيان ياخد من هنا أكسجين ويطلع. اي ديتريوريشن في التوليرانس كرايتيريا بقوم شايل دي وموصل الفنتليتور بدل ما ادخل واركب تيوب تاني عشان ما ندخلش في مشاكل الانتيوبيشن. طيب قبل ما اعمل انتيوبيشن لازم اعمل انشور كلير اير واي، لازم اعمل سكشن كويس جدا واضمن ان العيان قادر يكح. هو ممكن يكح وهو على التيوب؟ ايوه جدا ممكن يكح وهو على التيوب، تمام. وانا بعمل سكشن اقول له كح واعدل البوزيشننج بتاعه. appropriate level of consciousness، لازم الجلاسكوما سكيل بتاعته تبقى كويسه. presence يعني فايق واعي معايا. presence of cough and gag reflex، قادر يكح وقادر يبلع. الاي بي جي بتاعته كويسه. فاكرين البارامترز اللي احنا حطينا عليها العيان على فنتليتور، البي اتش والسي او 2 والبي اي 2، يرجعوا تاني within normal range، واحنا خدناها قبل كده في الاسسمنت بتاع الريسبيراتوري وقلناها في اول المحاضره النهارده. طب الاكستيوبيشن نفسه لازم يبقى حد كواليفايد، يعني حد كويس جدا وبيعرف يعمل اكستيوبيشن عشان ما يأذيش العيان، وده خطوه من خطوات السيفتي طبعا. السيفتي للعيان. سكيور ري انتيوبيشن اكويبمنت، من التوليرنس كرايتيريا ان انا لازم جنبي نفس حجم التيوب ولارنج سكوب واكسجين ثيرابي، والفنتليتور يفضل ستاند باي عشان اي ديتيريوريشن او اي تدهور ارجع اوصل العيان تاني بالايه بالفنتليتور. لازم ادي اكسجين سبلاي، اعمل طبعا جلسه نيبولايزر وبرونكو دايليتور وكده. التايمنج الاكستيوبيشن المفروض يتعمل بالنهار علشان الساعه البيولوجيه بتاعت جسم العيان بتبقى على اقوى استعداد ان هو يتحمل ويبقى فايق ويبقى واعي وفاهم ان هو هياخد نفسه بنفسه. ري اسسمنت، افضل طول الوقت اعمل ري اسسمنت وبلاد جازز للحاجات اللي احنا قلنا عليها فوق. بعد كده من الحاجات المصدر مهم للهواء عندنا، احنا قلنا ان احنا ممكن العيان ده يدخل في طف في تراكيو اسفاجيال فيستولا، فساعتها لو العيان ده لونج تيرم فنتليتور فنتليشن يبقى انا هفتح هنا في فتحه في رقبه العيان هنا، هعمل منها ادخل منها تيوب بحيث ان انا اقلل البريشر على التراكيه والاسوفجس. فالتراكيوستومي دي عباره عن تيوب انسيرتد دايركتلي تو ذا تراكيا ثرو ستوما، عن طريق فتحه كده اتفتحت في ما بين الكارتليج بتاعه الايه التراكيا، تمام. وبدخل تيوب طبعا حجمها اصغر من حجم الاندوتراكيال تيوب، لان الاندوتراكيال بتدخل من فوق، دي داخله من هنا بس بيبقى فيها كف من الاخر نفس التيوب. الابر اير واي اوبستراكشن، عندي انسداد هنا فما بقدرش ادخل انتراكيال تيوب فبفتح تراكيوستومي. فيلد مالتيبل انتيوبيشن، في بعض الناس ديفيكلت انتيوبيتد ما بيقدروش، رقبتهم قصيره عندهم مشاكل في الاير واي ما بيقدروش يعملوا لهم انتيوبيشن فبيقوم مركب تراكيوستومي. كومبليكيشن اوف اندوتراكيال تيوب، زي مثلا عيان فكه مكسور، هركب هعمل اندوتراكيال تيوب على ايه؟ هثبت على ايه؟ هدخل ازاي؟ تمام. سيرفايكال فراكشر، مش هقدر احرك رقبته فبالتالي لازم اركب تراكيوستومي. ديزاير تو امبروف بيشنت كومفورت اور كوميونيكيشن، وده بعد ما يبقى فنتليتد او انتيوبيتد لفتره طويله من 7 ل 10 ايام. المشاكل بتاعتها ان هي ممكن تعمل هيمورج، ممكن تعمل اير امبليزم، ممكن تعمل اسبيريشن، ممكن تعمل تراكيال استينوزس، لارنجيال نيرف دامج لو ضغطت على اللارنجيال نيرف، تعمل نيموثوركس، subcutaneous and mediastinal emphysema, swallowing dysfunction, infection, accidental decannulation. ممكن تتفصل زي ما احنا شايفين اهي، تيوب بتدخل جوه كده في التراكيه وتتثبت من بره حوالين رقبته، ودي inner cannula بتدخل جواها وبتطلع كل ما يبقى فيه secretions تتنظف، وده المفروض جزء خاص بالعمل. weak voice and hoarseness، وبياخدوا بقى جلسات تخاطب بعدين عشان يعرفوا يتكلموا، لان انت عديت مرحلة الـ الاحبال الصوتية. طيب الروتين كير بقى، اعمل cleaning للسايت من 8 ل 12 ساعة او كل شيفت. cleaning replacing the inner cannula، الانر كانيولا اللي احنا قلنا عليها دي بتطلع تتنظف وتدخل تاني بمية مقطرة. using self strength hydrogen peroxide half strength hydrogen peroxide، دي المادة اللي بنستخدمها او سترايل سالين عشان ننظفها.
observe for wound healing، ما احنا ده جرح فلازم ابص عليه ولازم ابص على الغرزتين اللي احنا قافلين بيهم، او في bleeding او في signs للانفكشن. frequent changing tracheal tie، الرابطه اللي احنا بنربط بيها والدريسنج اللي بيتحط زي الكانيولا كده من تحتها لازم يبقوا نضاف. قبل ما اشيل التراكيستومي خالص لازم اديفليت الكف. ديفليت الكف يعني بصوا لو بصينا هنا هنا دي الكف انفليشن يعني مليانه، وديفليشن يعني بفضيها الكف، تمام؟ فلازم اعمل ديفليشن لمده 48 ساعه، من 24 ل 48 ساعه وهي مربوطه على رقبته علشان اشوف لو في اي مشاكل مش هقدر اشيلها. The patient ability to breathe and speak around the tracheostomy، العيان قادر يشيلها، قادر يتكلم ويتنفس وهي موجوده، فبالتالي ممكن نشيلها ويتنفس من غيرها. بعد كده عندي حاجة مهمة جدا اللي هو الشيست فيد ثيرابي لكل العيانين اللي محجوزين عندي في المستشفى، لأن للأسف نتيجة للمرض اللي عندهم سواء ريسبيراتوري أو كارديولوجي بيبقى عندهم مشكلة في إن هم يكلير ميوكس افكتفلي، ما بيقدروش ينظفوا صدرهم من الكحة والبلغم والكده، فبنعمل حاجة اسمها برونكيال هايجين ثيرابي، وده aims to improve ventilation and diffuse through secretion mobilization and removed through improved gas exchange، عن طريق ان انا بعمل changing and deepening coughing and deepening breathing، اعلمه ازاي يعمل coughing و deepening breathing. Airway clearance adjustment therapy، ازاي ينظف مجرى الهواء بتاعه، ازاي يكح، ازاي يستخدم المنديل وهكذا. شيست فيزيوثيرابي ان انا اعمل كافينج وفايبريشن وبركشن اللي هو القرع والاهتزاز. ازاي بقى البرونكو دايليتورز، يستخدم برونكو دايليتورز والادويه والجرعات بتاعتها، او يستخدم الريسبيرومتر زي ما احنا شايفين اهوت بيملى اللنج بتاعته، يفضل ان هو يبقى سيمي سيتنج زي كده علشان ما يبقاش الجهاز الهضمي ضاغط لي على الحجاب الحاجز وعلى الجهاز التنفسي. وبعدين بياخد نفس جامد ويزقه هنا، وفي كوره هنا كده بتطلع، بنشوف بتطلع كام، كل ما الرئه بتاعته اتحسنت بنطلعها لفوق، ودي اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم على عمليات الصدر والقلب. البوزيشن ثيرابي، هنا بقى التكنيك معتمد على البوزيشن، يعني في تو بوزيشنز، ان هو يبقى برون او يبقى روتيشن، يتعمل له روتيشن، ان انا بغير وضع العيان، بعتمد ان انا بحرك الافرازات اللي في الجهاز التنفسي بتاع العيان عن طريق الحركه او عن طريق الوضع بتاعه. برون يعني نايم على بطنه زي كده مثلا، الافكتد سايد اهو فهينام كده، الافكتد سايد اهو فهينام كده، يبقى الافكتد سايد لفين؟ يعني في هنا مثلا افرازات وكده وشفناها في الاكس راي وكده، يبقى هينام بالمنظر ده عشان مع الجاذبيه ايه؟ تنزل. ونفس الكلام اهوت هنا فهتنزل كده، العكس كده، دي اسمها بوسترال درينج، تمام؟ او في اجهزه طبعا اسمها اوتوميتد تورنينج بيدز، دي حاجات متقدمه بقى، ان العيان بينام هنا ويبتدي السرير يلف بيه علشان يغير وضعه علشان ما يدخلش في مشاكل الموبيليتي. وبكده نكون خلصنا المحاضره، معلش هي طويله شويه بس يا رب تكونوا استفدتوا، واتمنى لكم التوفيق دايما.